السلام عليكم، عايزين شيك لبن. الله يسترع معاك شيك لبن. نعم، لا مش قصدي، يعني قصدي يعني هات لنا يفحص لبن. الله يبارك لك. بتقول ايه؟ اه حاجه غريبه. واحد بيقول لي من كام يوم انا بحب اروح المكان قوي، المكان ده قوي، بطلب منه ميلك شيك. فقلت له نعم يا اخويا، بتطلب منه ايه؟ قال لي ميلك شيك. عايز كده ظبطها يعني. الاولانيه يفحص لبن. انا بطلب تخيل انت كده يعني، خليك معايا كده وانت رايح كده كافيه شيك كده، وانت بتقول له انا عايز يفحص لبن مثلا. ها الثانيه بقى شيك، خلاص شك. ها شيك لبن ايه بقى؟ مش فاهم ايه بقى اللي انت عايزه يعني. انت عايز شيك لبن تعمل ايه؟ شيك اللبن ده اول ثانيا هتعمل بيه ايه؟ خلاص. وعايز تفحص اللبن ليه يا حبيبي؟ انت بتشرب ميلك شيك، شيك ها جاي بيتهز كده، شيك، عارف شيك؟ هيز شيكينج يعني بيتهز. خلاص، فابوس ايدك، ابوس ايدك لما يعني تلاقي حاجه بالانجليزي او بالعربي او باي لغه في الدنيا. خش على جوجل هات البرونانسيشن بتاعها، سهل جدا. ها عشان ما يعني ولا ايه؟ اصل ممكن العمليه تخش معاك في مراحل اكتر من كده يعني. تخيل مثلا ايه، واحد كده يروح مثلا بلد مثلا زي بريطانيا او امريكا او بتاع، يوقف ضابط المرور، نتعلم انجليزي بقى، فيقول له ايه وير كان اي بارك. شوف اهو وير كان اي بارك، كلام جميل، خدت بالك؟ فهو عايز يقول اجرش فين. فالراجل طبعا هتلاقيه وقع على نفسه من ده، يقول لك يو كان بارك اني وير، هاو هاو في اي حته. بارك اللي انت قلتها دي يعني هاو هاو، خدت بالك؟ هي الصاحب بتاعها بارك. فالناس بقى اللي بتجنك بقى، الناس اللي بتقعد يعني تتريق، خلاص تيجي تقول له بارك يقول لك بارك يا كميله، خليك انشف كده، اقعد اسمها بارك. اه بارك، انت بارك، اه تنشف طبعا لانك هتهوهو، خدت بالك؟ تخيل كده واحد مثلا واقف كده بقى، راجل محترم كده، جه في اجتماع مع اجانب مثلا، ها ووقف كده الوقت، قال لهم اتس تايم تو براي، اتس تايم تو براي، ها خلاص يا جماعه مش هينفع، لازم يو هاف تو براي ناو، تمام؟ هو فاكر طبعا ان هو عايز يقول اتس تايم تو براي، عايز يصلي، بس هو راجل ناشف بقى، هنقعد نتدلع بقى ونقول براي ومش عارف ايه والكلام ده كله، لا براي، براي يعني نهق يا حبيبي، يعني انت بتقول لهم، هتلاقي الناس كلها بص اترمت تحت الكراسي من الضحك وسابوك وخلاص، البيزنس باظ يا اسطى، ما فيش بقى واحد بينهق، انا هنعمل معاه بيزنس، فاهم؟ فعايز تنطق انجليزي، عايز تنطق فرنساوي، عايز تدور على النطق السليم واعمل زيه. لما يقول واحد مثلا ايه I wanna drink I wanna have a cup of water، يقول لك water أنا اسمها water، water بالطه، اجمد كده يابا، عيش عيشة اهلك، مفيش حاجة اسمها water يعني. water اللي انت بتقولها دي انت يا اما تنطقها زي الامريكان يا اما تقول water، يا اما تنطقها زي البريطانيين تقول water. لازم البريطانيين water cup of water، خدت بالك؟ تحس ان انت هترجع بعد ما تتكلم كده، يا كده يا كده، اللي انت بتقوله ده تأليف، ده من دماغك، مفيش لغة بتقول ووتر، فاهم؟ فانطق صح، لو مش عارف تنطق صح ما تقلسش على اللي بينطق صح، الله يبارك لك. واحد صاحبي بقول له هو مفيش هنا سكانر؟ فقال لي ايه ده؟ ما لا مفيش اللي انت بتقوله، ايه ده؟ تقول بتاع يا اخي اللي بتدخله الورقة ده يطلع مش عارف ايه؟ قال لي اه سكانر، سكانر، في سكانر. مفيش حاجه اسمها سكانر يا ابني، هو اسمه كده سبحان الله، اسمه سكانر، اسمه كده، ده مش دلع، ده مش دلع، ده هو دي كده هي اللغه كده. فعشان خاطري ما تعرفش الصح زي ما اخونا عبد الرحيم بيقول، وتخليه جواك، ما تخلوش جواك يا عم، قوله. لما تروح تشتري ساندويتش تقول برجر، برجر، هيقلسه عليك شويه بس هو اللي غلطان مش انت. هو بيقول لك طبعا، بيقول لك ان برجر هو دي يعني حجته، يعني ان هو بيقول لك برجر مش هتشبع، لكن برجر، البرجر اه برجر هيشبعك، لكن البرجر هتاكل واحد اتنين تلاته مش هتلاقي الدنيا ايه. لا ما تعرفش الصح وتخليه جواه. لو انت عايز تعمل كده ماشي، بس ما تقلسش على الناس اللي بتنطق صح. صباح الفل.